السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في البداية حابب أن أقدم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم فيه طريقة عمل إعادة ضبط كلمة المرور لجهاز HikVision NVR، وهو جهاز تسجيل فيديوهات كاميرات المراقبة. طيب، واحد يقول لي ايه الفرق ما بين جهاز الـ DVR وجهاز الـ NVR؟ هقول له ان جهاز الـ DVR، وهو اختصار لـ Digital Video Recorder، بيتوصل عليه الكاميرات اللي بتشتغل بكابلات الاوديو والفيديو التقليدية. اما جهاز الـ NVR، وهو اختصار لـ Network Video Recorder، بيتوصل عليه الكاميرات اللي بتشتغل عن طريق النتورك، سواء وايرلس أو بالكابلات. يلا بينا نشوف طريقة الشرح اللي معنا النهاردة. هنا أنا بحاول أدخل على الـ NVR علشان أضيف كاميرا جديدة عليه، فبكتب اليوزر والباسورد اللي أنا المفروض فاكرهم، لكن للأسف اكتشفت أن أنا مش فاكر الباسورد الصحيح، فالـ NVR رفض أن أنا أدخل عليه. يلا بينا نشوف هنحل المشكلة دي إزاي. هنفتح جوجل وفي السيرش هنكتب SADP أو سادب مسافة طول مسافة داونلود، ندوس انتر، هيطلع لنا النتائج بتاعت البحث. هنختار النتيجة التانية اللي هي SADP for Windows Desktop Tools. بعد كده هنختار داونلود وهنقول أجري. هينزل أو هتنزل التولز، بعد ما الداونلود يخلص هنفتح الفولدر اللي جواه البرنامج وهنعمل عليه كليك يمين ونختار Extract Here. بعد ما الضغط يتفك هنعمل Run as Administrator ونسطب البرنامج. التسطيب التقليدي هنقول Next، نختار English Next، Next، بعد كده Install. هنقول Next Finish. البرنامج هيفتح، هنقول Enable. هنلاحظ ان البرنامج اتعرف على الـ NVR Automatic بما انه متواصل على نفس الشبكة مع جهاز الكمبيوتر. هنحدده ونروح ل Forget Password، ومن Export ندوس عليها. هيفتح لنا المكان اللي نحدد فيه الملف التشفير اللي يسيبه. هنختار المكان اللي احنا عايزينه ونقول Select Folder، وهيقول لنا ان عملية التصدير نجحت. الخطوة التانية هنفتح الايميل بتاعنا علشان نخاطب او نراسل الدعم الفني لشركة HikVision. طيب، اجيب منين عنوان الدعم الفني؟
من الموقع بتاع الشركة هنختار اتصل بنا أو contact us. هتلاقي مجموعة بالمناطق في على مستوى العالم، اختار منطقتك. أنا اخترت Middle East and North Africa، وعنوان البريد الإلكتروني بتاع Technical Support هاخده كوبي، وهحط العنوان في المرسل إلي، ومن عنوان الإيميل هكتب DVR أو NVR password reset، أو اختار العنوان أي عنوان، مش لازم العنوان ده يعني. أي عنوان يناسبك. ومن المرفقات أو الأتاتش هرفق الملف اللي خرجناه من جهاز الـ NVR، ملف التشفير. وبعد كده هحط البيانات التالية: الماي نيم والماي كونتاكت نمبر والكمباني نيم، وهتقول له ان انت انستولر، وهتكتب السنة اللي اشتريت فيها الجهاز والبلد اللي انت منها. دي البيانات اللي هو عايزها منك. بعد كده هندوس على ارسال او سند، وننتظر رد الشركة علينا. الدعم الفني ممكن يرد عليك يطلب منك انك تصور له التيكت اللي ملزوق على الجهاز من تحت، فصوره له بالموبايل وبعد كده ارفق له الصورة ديت ورد له على نفس الايميل. بعد كده الدعم الفني لشركة هيكفيجن هيبعت لنا الايميل اللي موجود في الملف، ملف التشفير اللي هنرفعه لجهاز الـ NVR. هنعمله داونلود، وبعد كده هنفتح برنامج أو أداة السادب، ونختار Forget Password. بعد كده نعلم على Import File، ونحدد المكان اللي حفظنا فيه ملف التشفير ونقول له Open. بعد كده هنكتب الباسورد اللي احنا عايزينها، اي باسورد انت عايزها اكتبها. ونعيد كتابة الباسورد مرة كمان ونقول Confirm. هتظهر لنا رسالة ان الباسورد اتعمل لها ريسيت بنجاح. هنروح نفتح جهاز الـ NVR ونفتح قائمة منيو، ونكتب الباسورد الجديدة اللي لسه عاملينها. وندوس اوكي. هنلاقي القائمة اتفتحت بنجاح، كل القوائم مفتوحة ما فيش فيها مشكلة، تقدر تعمل اللي انت عايزه، تضيف كاميرا او تراجع الفيديوهات المتسجلة على الـ NVR. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.